حضرتك ايه اللي هيحصل بعد كده مع رئيس اللجنة، وهل ده بيؤثر بشكل أو بآخر على سير العمل في اللجنة أو على الحاجات اللي حضراتكم بتطلبوها فيتم تعطيلها؟ إيه اللي هيحصل؟ الأول عايزين نشوف انفعال رئيس المجلس كان في محله ليه؟ إحنا دلوقتي كنواب بوظيفتنا الرقابية. ما أنا سألت حضرتك ليه قلت لي لأ مش هقول لك. ما أنا أقول لا ما لأ مش هقول لك الكواليس، أنا هقول لك ليه من بعيد. تمام. يعني احنا دلوقتي عمالين نقول الحق وزاره التموين فيها فساد للركب، الحق وزاره الصحه المستشفيات الناس نايمه على الرصيف، مش نايمه على البلاط، نايمه على الرصيف. اجي بقى على المؤسسه اللي هي واقفه فعلا، اللي فيها الحزم فعلا، اللي تقريبا هي اللي سندت البلد من الفوضى. احنا مرينا بثورتين خلال 4 سنوات، فتخيل بقى بدون جيش وطني كان هيحصل ايه؟ لو الجيش بتاعنا زي جيش مثلا العراق فجأة ما تلاقاش جيش، ده كان بقت مشكلة، ما كناش بقينا مصر دلوقتي واحنا قاعدين دلوقتي في البرنامج. فلما اجي بقى اشكك او لما اجي اتكلم في مرتبات واحد طلع من الجيش بياخد كرئيس حي او كمحافظ، كلام فاضي، كله كلام فاضي. لما تشوف المرتبات بتاعتهم تقول، ولذلك ايه ما بيصعبش عليه لما تيجي تقول له انت هتمشي من رئاسه الحي، يقول لك ماشي احسن. كما لو كان الراجل دي مكلف تكليف لازم يشتغل في الحته دي. فعشان حضرتك بتشوفها من زاويه انهم يجب ان يقدروا بالظبط حتى لو طلعوا من يعني الحته دي ما نجيش ناحيتها. ومش بقول لك ما نجيش ناحيتها يعني لو فيها تجاوز ما نجيش ناحيته، لا ده انا احيانا يعني احيانا كتير قوي بيبقى فيه معلش لواءات وبيتجاوز وبيختلس وبنتقدم فيه باستجواب وبنجيبه وبنحاسبه وكده. انا مش بتكلم عن النماذج السلبيه، انا بتكلم على الطبيعي، انما الطبيعي ان احنا ما نتكلمش في الكلام ده.